mirror like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being. هل بالفعل بعت الديك البلدي ابو عكفه؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبايبي، جايينكم فيديو جديد طبعا يا اخوان. في الحلقه هذه حنشوف الدجاج البلدي وحنزوجه للدجاج المقاتل، وحنشوف ايش حيطلع الزريعه تبعته، وحنشوف انا ليش بعت الديك ابو عكفه وايش بسعره جبت عندي في المزرعه. طب صراحه جبت بداله حصان. نسيت انا احكي لكم سعر الديك في الدولار والشيكل في الفيج، مع اني قلت لكم. فالمهم الديك تقريبا بعته 35 شيكل، ما يعادل بالدولار تقريبا 20 دولار. اعذروني لو انا ما حكيتش في الفيديو، مع اني قلت لكم احكي، ولكن راحت عن بالي الطبخه اللي طبخناها كانت اصابيع وراها. فبدناش نطول، خلينا نروح نشوف اخر المستجدات وكمان اللي قلت لكم عنه. فخلنا نروح زي ما تعودنا، اربط حزمة الامان وانزل تحت وشك في القناه، فعل تنبيه الجرس الفاق ابو حزي ليصلك كل جديد، وخلنا نروح. بس جو طبعا يا اخوان. اليوم حبينا نطبخ هيك طبيخنا على النار. طبعا انا عامل صينية بطاطا وكفتة، طبعا الاولاد متجهزين. العافية يا شباب المستقبل. فخلنا نروح نشوف ايش انا سويت وايش اللي بعته. وعطلبكم حنحط الدجاج مع الذيك الهراتي، فلسه ضايل ذرة حنسويه على الكانون هذا اللي انا اخترعته توي. حنحطه طبعا كلكم عارفين اختصار للموارد. طبعا في عنا شوية غلاء في الأسعار، وكمان عدم وجود المازوت أو الغاز، فنضبط أمورنا في أقل التكاليف وبنطلع منها بخير. تمام، خلنا نروح على السريع ونسيب القعدة هذه ونفرجيكم إيش صار في المزرعة. طبعا يا إخوان تم بيع الديك البلدي أبو عكفة، وتم جلب بذاله يعني بثمنه كتاكيت صغار. طبعا انا طلعت حارس يتنشور حاله شوية لانه له زمان ما طلع. تمام يا اخوان، في حاجة ثانية لقيت، هذه الانثى بيضة، فاشي كثير مستفز. لسه ما صار عمرهم تقريبا 40 يوم ولقيتها بيضة. هي البيضة، خلنا نطلعهم يتلعبوا بشوية في المزرعة. بسم الله. طبعا زي ما شايفين لقيتها بايضة، فمش عارف ايش اسوي صحيح. خلنا نطلعهم يتلعبوا ويتشمسوا. تعال. طبعا هذه سبونجة يا اخوان، خلنا نطلعها هيك، وهي اول ما تنزل حتقعد تزعق عليهم وهم حينزلوا كتكوت واحد. تعال خلنا نشوف الكتاكيت اللي احنا شريناهم كيف صاروا. طبعا يا اخوان هذول هم الكتاكيت اللي احنا اشتريناهم. طبعا هذه كانت فاقصة، تحتيها تقريبا ثلاث كتاكيت من الجنس تبعها. هذول هم تقريبا هذول، وكمان واحد
واشترينا تقريبا 6 جواز من الدجاج البلدي زي ما شايفين، على اساس انه يعني ترقد على ثلاث صوصان. لا مش منيح يعني ترقد على ثلاثه، خليها ترقد على مجموعه كبيره. فحطينا لها وعملنا لكم فيديو خاص نص لكم كمان، استقبلنا معاكم اللي هو بالعلف المناسب والى ذلك. فمش حنطلعها لانه لسه صغار مش تبعون تطليع. تمام، خلنا نروح نشوف ايش بسوي غاد. وانا ليش بعت الديك ابو عكفة؟ طبعا يا اخوان الديك ابو عكفة اول حاجة صوته كثير عالي، كثير كثير كثير، يعني قد ما تتصور صوته كثير عالي. في الادان تبعه يعني بحس جوا بدخلي في الحلم بصحيني. بعدين زيادة عن هيك في عنا هان ذيك بأذن، وذكين بأذنه، ثلاثة، وغاد 4، والخامس اللي أنا قمت في بيعه وجبت بذاله الكتاكيت اللي أنا فرجتكم إياهم. طبعا يا أخوان خلنا نروح نشوف الكلام اللي أنا قلت لكم عنه، لأنه في كثير من الإخوة قال لي يا أبو آدم خد الدجاج وحطه تحت أو حطه مع الدجاج المقاتل على أساس إن إحنا نشوفه، نشوف زريته أو كيف بده يطلع إنتاج. طبعا هيطلع بزرميت، يعني هيطلع بين هذا وبين هذا، لا هيجيب سعر هذا ولا هيجيب سعر هذا. زي ما شايفين طلعنا حارس والجو كثير فيه هواء وديله بخبط فيه غاد وهان وهان. فمش عارف يا اخوان، حاسس انه انا لما احط الذيك مع الاناثي حيتجاوبوا، اما لما احط الاناثي مع الذيك مش عارف صراحة. تمام، خلنا ناخذ الذيك ونشوفه اكثر ونحطه. وبالخصوص الكلام هذا برضو يا اخوان، رحت للراجل اللي حطيت عنده محضية لقيتها، يعني لقيته بيعها، وقال لي تاخذ كاش، يعني تاخذ مصاري حقها او تستنى للاسبوع الجاي على اساس انه يكون في بضاعة عندي ويكون عندي السلالة هذه واشتري، يعني اجيب لك واحدة وانت تاخدها بدل الدجاجة هذه. فقلت له يس اوكي ليش لا، وقلنا له طيب ماشي بنجيك الاسبوع الجاي وهيك. فان شاء الله الاسبوع الجاي نروح له ونجيب من عنده اللي هو الانثى هذه، ولو ما لقيناش من عنده هاخذ كاش زي ما قال لي، وحروح اجيب لكم من عند اللي هو اي بياع. فبسم الله ما شاء الله خلينا نطلعهم صادين يطلعوا. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you. شوف ايش بدي اسوي انا، هل حاخذ الذيك عند الاناثي او الاناثي عند الذيك؟ مش عارف صراحة. تمام، زي ما قلت لكم يا اخوان، يعني في عندي 5 ديوك، وفي كمان ديكين هانا من الدجاج الامريكي القطني، ولكن لسه جاهلين، ما بأذنوا لسه صغار، ما بأذنوا، ولكن لما يعني يكبروا حيأذنوا، فحيصير يعني حاجات
حصير المزرعة بس كلها صياح في الصياح. تمام، حنرجع هان نشوف اللي هو الكتاكيت تبعتنا. في هان كتكوت رايح غاد، حنجيبه. مش عارف كيف رايح غاد. انا ايش ماله هذا؟ مش عارف ايش قصته، سقعان شكله. فيش عندهم اكل. تمام، مع انه انا امبارح مشيك عليهم، فحنحط لهم اكل يا اخو. مع انه هذه فيها، هي فيها، هذه فيش فيها، بس هذه فيها. هذه الانثى بتطعميش الا من الثنكة. هذه الثنكة الثانية لا، ممنوع. حنحط هذا الزيت هان، ناخذ هذا نحط لهم، خليها تطعميه لانه سقعان. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. وبالنسبة للتعليق اللي جاني، حط يعني في تعليق جاني، فخلف الله عليك. بقول يا ابو ادم حط خشبة وقافة بدل الوقافة البلاستيك هذه، لانه الذكر لما يجي يكسر على الانثى بتزحلق من الوقافة البلاستيك هذه. فوالله يعني فكرة حلوة كثير. يعني بالنسبة للاخوة اللي بيعانوا من المشكلة هذه، البيض بيكون فيش فيه جنين، جيب البلاستيك هذه وحط خشبة، فلما يجي يخصب الذكر على الانثى بيستملك اكثر. فشكرا، يعني كل واحد عنده معلومة ما يبخل علينا يا اخوان فيها، وانا حقولها للمتابعين عشان الكل يعني يتعلم في تربية الطيور هذه والكل يستفيد. طبعا هنرجع ثاني نشوف طيورنا هذه، ولكن خلنا نروح ننقل الدجاج ونتكلم اكثر. وبكم انا بعت الذيك وهيك. طبعا زي ما قلت لكم حاخذ الذيك انا وححطه عند الدجاجات، مش ححط الدجاجات عنده. وحعد البيض وحشوف اكم بيضة بعد هيك، او هل هو ماكل بيض او لا، لانه صراحة يا اخوان بياكل البيض. انا صراحة لسه ما شفتهش هل بياكل بيض ولا لا. فالعموم خلنا ناخد ذيك صقر ونشوف هل بياكل بيض او لا، ونحطه مع الدجاجات. تعال صقر، صقر تعال صقر، صقر تعال. ما شاء الله 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 ما شاء الله. بده يطلع للدجاجة هذه، وبخصوص الدجاجة هذا انا زوجته اياه، ولكن حطلقه منها وحزوجه الاناث هذول المهرجة والعيناء. طبعا قاعد بتطلع لها وبدور عليها. تعال تعال يا حليلة تعال، مش هذه مش هذه، تعال 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 بس تعال، عندي لك انثيثين زي القمر. تعال ولك تعال، ايش بدك فيها هذه معفنة؟ بتطلع هذه قاعد على هذه الدجاجة البياض او نوعها بياض مزارع. دخلنا ناخذه ونحطه للدجاجات هذول. يلا مبروك عليك الاناثي الجداد. طبعا يا اخوان خلنا نشوف كم بيضة مجمعين. مش عارف صراحة هان البيض. قبل أيوه إيش لا؟ هان 1 2 3 4 5 6 ست بيضات يا إخوان. بخبي واحدة اثنتين. مين؟ كل ما يبيضوا باخذ واحدة بخبيها ببيضة، ببيضة باخذ واحدة بخليهم يبيضوا. صح وافي يا بابا. خد عبي لي هذا مية تبعهم. أيوه خد. هاي البيض هناك. طب خد خد. عند الطابوس. خد. اشطفوا منيح اوعى تكسروا، هذا فخار. فخار. اوعى تكسروا. تمام يا اخوان حنشوف ايش حيطلعوا لنا هذه السلالة، الا وهي الهند المقاتل مع الدجاج البلدي. طبعا اعلنكم زوجان له. مراسم الزفاف. ان شاء الله خير يا اخوان، ان شاء الله خير. طيب يا ولد لما تكش تجيب ذيك تاني، لما تجيب لصقر محضية ثانية. صراحة يا اخوان في عندي ديك بلدي، عندي ديك بلدي يا اخوان اللي حطت معاه الاناثي البيضة، ف
ان شاء الله احطه للاناثه هذه، بس هيك يعني يشد عوده شويه. خلنا نروح نشوفه. تمام يا اخوان، في هان عائله شمشوم زي ما شايفين، عائله شمشوم. صراحه هو مبسوط اساسا انه صار عنده عائله. لا لا، النار 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 ناري ناري، ابعد عن النار، ابعد. وين رايح؟ والله يا اخوان عائله كثير كيوت، عائلة شمشوم المحترمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صراحة أجواء ريفية هيك حلوة، مش عارف شو أقول لكم. طبعا استوت الأكلة والمدام قاعدة بتاكل. ما شاء الله، مش عاملة حسابنا. هتدوق استوت ولا لا؟ بسم الله. من هنا هي. طبعا ركبنا الذرة. طبعا يا اخوان حنتغدى وحرجع لكم نشوف الديك والى ذلك، فخلكم معنا يا اخوان. طبعا يا اخوان بعد ما ملأنا القلوب والبطون انبسط الاولاد وانبسطنا، حنملاها كمان في الذرة، فهي بدأت ان هي تفور، ان شاء الله تستوي. فخلنا على السريع نروح نعمل اللي قلت لكم عنه، نفرجيكم الذيك اللي انا بدي احطه لو انا جبت محظيه جديده، ونسكر معكم الفيديو بعد ما نشوف العصافير نطمئن عليهم. طبعا هذا هو فزع يا اخوان. هذا هو. طبعا في حلقات جايه حنفرجيكم تجميع بيض البط كبران ما شاء الله. فهذه كل القصه يا اخوان، عندنا ذيك، اثنين لندنيس الاسود، ثلاثة شمشوم، وهناك أربعة شو اسمه صقر، والخمسة اللي احنا بعناه ألا وهو الديك البلدي. طبعا إذا أنت جديد وما بتعرف أبو عكفة أو الديك البلدي، أتمنى ترجع للفيديوهات هتعرف مين هو. تمام، هان بعد ما ملينا هذه ونقلنا هذول، هلقيت الأم هتاكل وحطعميهم. وهان عصافيرنا الحلوين ما شاء الله عليهم، وهان قرانبنا ما شاء الله عليهم، وهان الكتاكيت الحمام اللي طلعوا عندي انتاج حطيتهم هان، وهي الدجاج السلكي او القطني او ايا كان ما شاء الله. تمام، خلنا نروح نشوف الطيور تبعتنا. طبعا حارس يا اخوان بسم الله ما شاء الله بدا انه هو يستعيد نشاطه زي اول واحسن بالنسبة للاستعراض والصوت تبعه، وما شاء الله عليه. حتى الدائرة تبعته من هان مليانة، ضايل بس كم بالريشة من هان، أنا نتفتهم حيطلعوا، يعني تقريبا طلعوا في هان شوية ريش طالع. طبعا يا إخوان بهيك بنكون تقريبا وصلنا لكم لآخر الفيديو. ها صار في عملية تخصيب، يبقى البيض المستقبل اللي حيطلع حيكون في جنين، شايفين كيف صار عملية تخصيب. فان شاء الله البيض يكون فيه تخصيب. هذا البيضة ما فيها تخصيب لسه، ما فيها، بس البيض اللي حيطلع بعد هيك حيكون فيه تخصيب ان شاء الله. بس بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة، فعلوا تنبيه الجرس، الفارق ابو حزين ليصلكم الجديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامة، أكثر من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.